طبعا راح اشلع راسه راح اشلعونه. شوفوا هالمقطع سويت لكم وشوفوا سوى العود لحيته كلها شمع بس مو اللي راح تشلع راح اشيل راسي. شوفوا المقطع هذا انزل. يا الله يا الله يا الله انت الله يا الله. ده صار اكو واحد مقطع شفته قوي وماي يما اسم الله الزهره شنو هاي يما اسم الله الزهره شنو هاي يا يما هذا راسك هيك نبضات ما نروح هاي هذا هلس كان ما يصير ما ادري والله ايش بيك اصبر اصبر شوي 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 اخذت الوعي الثانيه ما غير الوعي فقدت الوعي بعد ما ارجع يا ابويا قام يطلع دم معقول هاي اياني قاعد مو فوق وانا ارتاح معقول هسك ورا وانا ارتاح يلا 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 يا يا بي شيل عدت شيل عدت شيل بس شوف اوقف اوقف شو لبسه يعني تواجع ما توقع هذا كان صديق والله توقف شوي اطلع المقابر روح امك روح امك اوقف روح ما قطنا جاي يلا بس شوف اللحيه قد راح ترتاح لي ايش طبعا شاغل مثل بعد جلد شيل يلا يا ابوي طاح فتشي اخرى دي اخرى يا يما خراب يا يما انتهت منك على هاي الدقه باي طايح صبغك على هاي الدقه بعد من الجدر كله من الجدر ماكو اقف شوية ما صح على ذانك بس اقف روح امك شوية يا ما ظلت شنو العطا هاي شوف شوف عرق عرق طبعا انا انتهيت فقط الوعي يا يما شاربك الزم شاربك خالي ما ادري شاربك اللي قبلنا عاد الزم شاربك وليك بس تحت مرسولك شباب بس ولا بس جارب فلوس هسه راح اخابرك بالله ما بدا تطيح ما بدا تطيح عقب السرابين السرابين مالك السرابين حبيبي شنو حبيبي الله يكثر من ذلك رحم الله والديك حبيبي رحمة الله والديك بس الله يطيح حظك لان ما اخذتونا الله يطيح حظكم صبور صبور عشرة بالف صبور